اللي هتحقق فيه كل أحلامك واللي هيكون متابعك حوالي 70 مليون مشجع أهلاوي. ده نص الرسالة اللي قالها واللي كان حريص عليها علي معلول لكريستو، يعني نقول ابن بلده النجم الجديد واللي بالتأكيد هيحظى بمتابعة جماهيرية شديدة جدا وعشق لجمهور النادي الأهلي وعشق متبادل ما بين اللاعب وما بين الجماهير. وطبعا ده اللي داقه علي معلول داخل جدران القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة، واللي نقدر نقول كده والاستقبال الحافل اللي قدر انه يستقبله له جماهير النادي الاهلي. بنقول علي معلول اصبح خلاص ما بنقولش تونسي، ما بنقولش اجنبي، ما بنقولش لاعب غير انه هو مصري بعشقه وحبه للجماهير الاهلاويه، بمعرفه قيمه التيشيرت النادي الاهلي اللي بيرتديها وهو بيلعب بمنتهى الاصرار والعزيمه والرجوله. اعتقد ان دي الرساله المهمه جدا اللي وصلها لابن بلده علشان يقول له خلاص اللي فات كوم وحدوته واللي جاي حدوته تانيه خالص وتحديات جديده وشعور بالنجاح شديد جدا ودعم جماهيري من جماهير النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لكل اللعيبه اللي بيتواجدوا واللي بيقدموا شيء مشرف داخل مسابقه الدوري المصري الممتاز. اروح معاكم لنجم من نجوم نادي الزمالك